اللي ممكن نوصلها مع المايكرو كنترولر وكيف ممكن نتعامل معه. درسنا اللي هيكون مقسوم لأربعة أقسام. أول شيء المقاومة، الديود بالليد والترانزستور بي جي تي كقاطع إلكتروني، وآخر شيء رح يكون عندنا الريلي والحاكمة. تمام، بالعربي هي الحاكمة. أول شيء المقاومة، عندي استعمالين رئيسيين للمقاومة وهن إما تقسيم الجهد عن طريق مقسم الجهد، معادلة تقسيم مقسم الجهد، بس أنا بالمايكرو اللي يهمني أكثر هو التحكم في شدة التيار، مشان أنا راعي شروط البنات اللي بالمايكرو كنترولر، اللي كل بين عندي في تيار محدد لازم يطلع من المايكرو، وبعدها ممكن يصير عندي مشاكل أو ممكن يتلف المايكرو. فأنا راح أستخدم المقاومة مشان أحدد التيار اللي هيطلع من المايكرو كنترولر. طيب أنا لازم أول شي أتعرف شلون ممكن أقيس المقاومة، إما عن طريق الأفومتر بحط طرفين الأفو على المقاومة وممكن أقيس، أو عن طريق الألوان ألوان المقاومة. تمام، يلا هي مراجعة سريعة، أو عن طريق الألوان. فالمقاومة تأتي إما 4 خطوط مثل الشكل فوق، أو 5 خطوط مثل الشكل تحت. طيب هلا بالنسبة للـ4 خطوط، عندي أول خطين اللي رح يمثلوا قيمة المقاومة، والخط الثالث رح يمثل عامل الضرب أو عدد الأصفار فينا نقول. تمام، أما خلينا نحل مثال. أول شي عندي الأخضر اللي هو 5، تمام هي 5. عندي الأزرق اللي هو 6، تمام، وعندي الأصفر اللي هو 4، يعني أنا راح أضرب بـ10 كيلو أوم. تمام، فشو راح يصير عندي جواب؟ 560 كيلو أوم. تمام، بالنسبة لآخر خط هو عامل الخطأ بالمقاومة. تمام، لهون هو المفروض يكون جولد الخط هون. تمام، فهي يكون 5% من قيمة المقاومة، يا 5 زائد يا 5 ناقص. هلا بننتقل للنوع الثاني، هو اللي حيكون 5 خطوط، كمان نفس المبدأ تماما. أول 3 خطوط هي قيمة المقاومة، الخط الرابع هو عامل الضرب، والخط الأخير هو قيمة الخطأ بهي المقاومة. خلينا نحل المثال التالي. اللي عندي أول شي أحمر اللي هو 2، عندي الأورانج اللي هو 3، عندي البنفسجي اللي هو 7. تمام، عندي الأسود يعني ما عندي ولا صفر، أو بضرب بـ1 أوم بيطلع عندي 237 أوم. تمام، عندي الخطأ هون بما إنه بني فهو ناقص زائد 1. فعليا بالسوق موجود الخطأ إما فضي 10% أو ذهبي 5%. ملاحظة كثير في عالم تغلط فيها، هو بس يجي الذهبي أو الفضي إما هون ثالثا أو يجي هون رابعا. تمام، فهو هون لازم أقسم وقت يجي الذهبي مقسم على 10، ولما يجي الفضي مقسم على 100، وبعدين بناخد قيمة المقاومة. هاي الملاحظة كتير في ناس بتخبط فيه. كمان أنا لازم بعد ما أريد قيمة المقاومة أعرف الاستطاعة المصروفة ضمن المقاومة. تمام، يعني قديش بمر تيار ضمن المقاومة وقديش بيضغط عليها جهد. تمام، بعد ما حسبتهم عن طريق القانون التالي، الجهد ضرب التيار، فأنا راح يطلع معي قيمة التيار المار بالمقاومة مضروب بقيمة الجهد الهابط على طرف المقاومة. راح يطلع معي هذا الاستطاعة المصروفة ضمن المقاومة، وأنا على أساسها راح أشتري المقاومة. تمام، فأنا راح أشتري مقاومة مثلا قيمتها 470، وكمان 470 أوم عفوا، وكمان في لها قيمة استطاعة اللي هي موجودة بالسوق مثلا نص واط عفوا، واط، 3 واط، ربع واط. كل ما ازداد حجم المقاومة بيزداد قيمة الواط. طب هلا وقت انا عم بشتري مقاومة مثلا، هي عم يقول لي مثلا قيم تتحمل مثلا 3 واط. تمام، فبعد 3 واط هي المقاومة رح تحترق. فانا اذا اشتري مقاومة 3 واط لازم تكون الاستطاعة المصروفة فيها حتما اقل من 3 واط. تمام، فأنا هون مثلا عندي 3 واط، الساعة المصروفة راح تكون مثلا 2 واط، 2.5 واط، وهكذا. هي أهم المحددات اللي لازم أعرفها عشان أنا أتعامل مع المقاومة وأشتري المقاومة.
عندي هذا المثال البسيط اللي بيعتمد على قانون أوم وقانون الاستطاعة، وهو وظيفة بسيطة. تمام. هلا بالنسبة لليد، كمان أنا لازم وقت أحمل الليد أعرف شلون أحدد أقطاب الليد، بما أنه هو إلى قطبية فأنا لازم أعرف الموجب وأعرف السالب. الوقت الذي يكون جديد ما أحلى، فهو رح يكون في رجل طويلة ورجل أقصر منها، فالرجل الطويلة رح تكون الموجب والرجل القصيرة رح تكون السالب. هلأ في حال كان اللد مقصوصين رجلي، فأنا رح يكون عندي من وقت أمسك اللد من فوق، فرح يكون عندي منطقة مدورة اللي هي رح تكون الموجب، ومنطقة مستقيمة تلك أنه مقصوصة قص، فهي رح تكون بالنسبة للسالب، وأنا على أساسها بوصل اللد. هلأ بالمخططات رح يكون شكل اللد كالتالي، هذا هو. واللي بيميزه هدول السهمين انه عم يشع منه اضاءة. تمام. هلا كمان انا شو غير اقطاب الليد لازم اعرف عنه؟ التيار المناسب اللي لازم يمر فيه، والتيار الاعظمي لإله، والجهد المناسب والجهد الاعظمي. تمام. فهو غالبا هو حسب اللون، كل لون بالنسبة للليد رح يكون عندي تيار مناسب لإله. هاي جدول عنا يعني وسطيا 25 ملي أمبير 20 ملي أمبير بيكون ممتاز، وكل ما زدنا الأمبير كل ما زادت الإضاءة. تمام. فإذا زدناها بعد الآي إف فالليد لا ما عاد يشتغل، رح يتلف. تمام. هلا الفي آر ماكس بس لنوه عليها، هي قيمة المقاومة، هي قيمة الجهد إذا وصلنا الليد بالعكس، يعني قديش ممكن يستحمل الليد إذا وصلناه بالعكس. تمام. مثل المثال التالي، أنا جيت هيك وصلت الليد بالعكس، السالب على الموجب والموجب على السالب. تمام. فهي الفي ار ماكس هي قيمة الجهد اللي ممكن يتحمل اذا وصلته بالعكس. تمام. هلا انا بما انه اخذنا المقاومة والليد، فالمقاومة شغلة مع الليد انه هي تحدد لي التيار، فانا في الحالة اللي هون انا ما حطيت مقاومة، وصلت دغري المنبع على الليد على الارضي. لاحظون السالب مع السالب والموجب مع الموجب، فهون مر تيار تقريبا 1 أمبير، يعني رح يفجر الليد مثلا. تمام. فأنا رح أستعمل المقاومة بحيث إنه تحد لي من التيار المارد، تخلي تيار مناسب بحيث الإضاءة كمان تكون مناسبة. هاي عمل المقاومة مع الليد. رح انتقل لعنصر جديد هو الديود. تمام. كمان نفس المراحل طبعا، رح اتعرف على اقطاب الديود، بعرف انا السالب من الموجب عن طريق هاي الدائرة الفضية حوالين الديود، فانا رح اعرف من السالب رح اعرف من الموجب. كمان في خاصة هي جهد الانحياز. تمام. شو يعني جهد الانحياز؟ قال هو الجهد اللي بعده الديود بمرر تيار. يعني مثالنا التالي، انا هون طبقت جهد على هاي الدارة. تمام. فبعد ما يمر بعد ما يتطبق على هذا الديود مثلا 0.7 جهد انحيازه إذا كان، أو ممكن يكون 0.3، ممكن يمر تيار ويشتغل الإضاءة، وهي بتكون طريقة اسمها الانحياز الأمامي. أما إذا أنا وصلت بالعكس، الموجب مع السالب والسالب مع الموجب، فالإضاءة ما راح تشتغل. تمام. لأنه المقاومة راح تكون شبه لا نهائية، لا اذا ضليت مثلا زيد بالجهد زيد بالجهد لحتى ما يتلف الديود ويمر تيار ويشعل النور. الاستخدام الرئيسي للديود هو الحماية. تمام. ركزوا على كلمة الحماية لانه في وظيفة عليها. هل افحص الديود؟ انا اذا عندي ديود شلون بفحصه؟ عندي بالافومتر هذا الرمز، رمز الديود، فانا بحط عليه، ومرة بوصف الأقطاب تبعت الأفو بالانحياز العكسي، فإن المقاومة راح تكون لا نهائية، بيعطي إشارة واحد، هي بيعبر إن المقاومة لا نهائية. ومرة بوصل بالانحياز الأمامي، فهو راح يكون له مقاومة معينة. تمام. هي تقريبا 1 كيلو أوم تقريبا، يعني هو مثلا أعطي 830 أوم. تمام. هيك أنا بضمن إنه الديود قبل ما أوصله بدارتي راح يكون شغال. العنصر الأهم هو الترانزستور.
لأنه أنا أغلب عملي بالمايكرو هو تحكمي وإعطاء قرارات، فأنا لا أستخدم ترانزستور كسويتش كقاطع، ما لا أستخدمه كمكبر بهذا الدرس. فببساطة الترانزستور مبدأ عمله نفس مبدأ هذا القاطع تماما. هذا القاطع أنا ميكانيكيا بشغله بإيدي، برفعه وبنزله. أما بالنسبة للترانزستور البي جي تي، فأنا رح كمان يعني أضغط هذا السويتش بالتيار. إذا كان مثلا عندي فيت فأنا رح أضغط بالجهد. هون درسنا عن الترانزستور بي جي تي. طيب، فأنا رح يكون شغلي حصرا أون أوف، في تيار أون ما في تيار أوف. تمام. فأنا عندي نوعين من الترانزستور بي جي تي، إما إن بي إن أو بي إن بي. شو يعني؟ يعني أنا هون هيدا رمز الترانزستور، أنا هون عندي ديود. تمام. فهالديود يا موصول بهالشكل أو موصول بالعكس مثل هون. فأنا هذا السهم رح يدلني على السالب، السهم موجه بهذا الاتجاه، فالسالب هون نيجاتيف بي، وعندي هون الموجب وهون السالب كمان. تمام. فهون ان بي ان، هون بالعكس السهم مشير للسالب، يعني هون السالب والبقايا موجب، صفى بي ان بي. تمام. هل بهذا النوع من الترانزستور انا بحاجة انه اخلي هاي الوصلة تنحاز اماميا لحتى يشتغل، يعني رح يمر تيار اي بي. تمام. ورح يؤدي ل مرور اي سي من السي الى الاي اي سي، وهون كمان بالعكس. تمام. رح يكون الانحياز كمان امامي بس من يعني لجهة البي، يعني هيك، يعني هيك الاي بي رح يكون، والاي سي رح يكون بالعكس. تمام. هاي الفكرة الاساسية. فانا رح يكون عندي اي بي، تمام، بيؤدي لوصل اذا قلنا السي مع الاي مثل هذا مثل ما مرسوم هون. وعندي المقاومة ار سي يعني هي مثل ما ذكرنا عملها انه تحديد شدة التيار. تمام. فالاي سي انا ممكن احدد شدة التيار اي سي عن طريق الار سي. تمام. هلا هون بس عندي مشان هون عندي بي، هون عندي سي، هون عندي اي. تمام. فعندي الجهد هون في بي اي هو جهد الديود نفسه. تمام. وعندي الجهد هون في سي اي، بس يعني تذكرة صغيرة، وعندي جهد في بي سي. تمام. لأنه هلا رح نمر عليهم. هلا بالمايكرو، المايكرو يا بيعطي صفر يا واحد. فبالنسبة للترانزستور بي ان بي، فهو مثل ما ذكرنا رح يكون الوصل هيك، يعني أنا هون لازم أطبق سالب، ولازم يكون هذا الجهد أعلى من هذا الجهد بالنسبة المناسبة، مثلا 0.7. تمام. فأنا هون لحط صفر لحتى تشتغل الدارة. هون ان بي ان، فأنا بدي شي بوزيتيف، فلا أعطي واحد تشتغل الدارة، وهو نفس المبدأ مبدأ القاطع. تمام. هلا مثل ما ذكرنا انه نحن رح نتعامل اون واوف، الاوف هي منطقة القطع او الكات اوف. تمام. وعندي منطقة الاون اللي هي ساتوريشن الاشباع. تمام. فنحن ناخذ الفروق بيناتهم. عند الكات اوف في اي بي، عند عفوا عند الكات اوف ما في اي بي، اي بي صفر. وعندي بما انه ما في اي بي فما في اي سي. تمام. والفي سي اي، تمام، اللي هو الفي سي اي عند الترانزستور. تمام. الفي سي اي الجهد هون هو نفسه الفي سي سي اللي انا مطبقه، هاي الفي سي سي اللي انا مطبقه هون رح يهبط كاملا على الترانزستور. فلازم راعي انه الترانزستور الـ VCE عند الكات اوف بيتحمل الجهد المعين اللي انا رح طبقه الـ VCC. يعني مثلا اذا الـ VCC مثلا 50 فولت، هل الترانزستور بيتحمل وقت يكون بحالة اوف 50 فولت ام لا؟ من الداتا شيت انا فيني اعرفها. تمام. والـ UBE عندي بالكات اوف صفر، يعني هاي الوصلة اللي هون غير منحازة، فاجباري IC ما عندي. هلا حالة الساتوريشن، عندي اي بي، هلا نشوف شلون بنحسبه. اي سي هو اي سي ماكس، اكبر اي سي ممكن يمر. الفي سي اي مثل ما ذكرنا انه هي راح تكون تقريبا صفر. تمام. وهي فعليا اكبر من صفر بشوي، يعني هون
هيكون اكبر من صفر بشوي، 0.2 0.3 حسب الترانزستور. كمان عندي البوصلة اللي حتكون منحازة وهون واقع عليها جيت 0.3 مثلا. تمام، هلا هي الرسمة التوضيحية لها منطقتها عمل الترانزستور. عندي الكات اوف هي المظللة بالاصفر، هون عندي الاي سي صفر تمام، والاي بي تقريبا صفر، وعندي منطقة الاشباع مظللة بالاحمر. عندي الاي سي اكبر ما يمكن وهذا انا اللي بدي اياه تمام، والفي سي اي انه هون تقريبا صفر، هون بيك رح يكون اعظم. طيب هلا اذا بدي اجي بلش حساباتي مشان انا اصمم دارتي، فانا بهمني احسب الاي سي واحسب الاي بي تمام، واحسب الار بي اللي هي رح تحدد لي الار بي الاي بي تمام. فانا عندي اكيد رح اعرف السورس تبعي الفي سي سي، وراح اعرف الحمل اللي انا محمله تمام. فعلى اساسه انا بحسب الاي سي، اي سي هو التيار المارر هون، فحسب قانون اوم الفي سي سي الكلي تمام ناقص في سي اي قلنا الحالة المثالية راح يكون صفر تمام، على الار سي على اللود الحمل تبعي تمام. فانا يعني هذا قانون بشكل عام. اما مثلا اذا انا مثلا حاطط ليد، فانا الاي سي بعرفه، الاي سي مثلا 20 ملي امبير هو اللي راح يقدر، يعني 20 ملي امبير هي اللي راح تشغل الليد، فانا عارفان الاي سي. البيت تاع عامل التكبير او بيرمزوا له اتش اف اي، اتش اف اي تمام، كمان معطاه بالترانزستور ثابته يعني تمام. عندي دي سي، فالاي بي هيكون الاي سي اللي انا حسبته على البيتا هو اللي لازم يدخل للترانزستور اي بي. انا كمان عندي من المايكرو اللي هو الانبوت للترانزستور راح يعطيني شو 5 فولت، 5 فولت. فانا اذا وصلت دغري 5 فولت فالتيار اللي هون راح يكون كثير كبير وما لي محدده انا لحتى يكون انا عم بشتغل بمنطقة الاشباع او الكات اوف تمام. فانا شلون بحدد الار بي على اساس الاي بي؟ انا بدي اي بي مثلا يمر بنسبة يمر بقيمة معينة، فبحدد له مقاومة تحدد شدة التيار اللي يمر. فكمان قانون الار بي هو ما بده شيء، الجهد اللي هبط عليه على التيار. طيب انا عندي بما انه الترانزستور اللي هيكون بحالة الاشباع فهون الوصلة منحازة وراح ينزل عليه جهد قيمته مثلا 0.3، فراح يكون انا عندي الفي انبوت اللي هو 5 من المايكرو تمام، راح يتقسم على المقاومة وراح يتقسم ايضا راح ينطرح منه عفوا 0.3 فولت، وراح اسمه على الاي بي اللي انا حسبته تمام. فانا راح اكون حصلت على الار بي، بعدين بشتغل التطبيق اللي عندي. طيب رح ناخذ مثال عملي فورا. هلا في حال اردنا اوصل 5 ليدات على بين واحدة من بينات المايكرو، انا مستحيل اوصلهم سوا، لانه اذا كل واحدة بدها 20 امبير بخمسة، 20 ملي امبير عفوا بخمسة، صار عندي 1 ملي امبير 1 امبير، فمستحيل انا اخرج من بين واحدة من المايكرو 1 امبير. فانا راح استخدم ترانزستور تمام. دار لك كالتالي، عندي المايكرو تمام، عندي الترانزستور، وعندي الليدات اللي انا راح اشغل فيهم. طيب الترانزستور اللي اخترناه بي سي 337 مواصفاته كالتالي، الاي سي ماكس اللي ممكن يتحمله يمر في الترانزستور هو 800 ملي امبير. الفي بي اي، الفي بي اي انحياز الوصلة هو 0.65 تقريبا 7. الفي سي اي عند الساتوريشن، الفي سي اي حكينا انه ممكن بالحالة المثالية يكون صفر وهو لا 0.2. البتا والاتش اف اي هي 100 كمان معطى دغري بالداتا شيت. الفي سي اي ماكس اللي ممكن يتحمله الترانزستور في حالة الكات اوف هو 50 فولت، يعني انا اذا الترانزستور مطفي اوف فهو بيتحمل 50 فولت. طيب انا عندي 5 ليدات، نبلش بالحل، 5 ليدات كل ليد مثلا بده 10 ملي امبير تمام، ويسقط ويهبط عليه عفوا 2.2 فولت. فانا الاي سي عندي 5 ضرب 10 ملي امبير، يعني انا بدي يمر 50 ملي امبير تمام في هاي المرحلة. فانا حدد هاي ال 50 ملي عندي ار سي، مقاومة ار سي هي اللي بتحدد لي التيار مثل ما ذكرنا. هلا ار سي شلون بحسبه؟ كمان نفس القانون،
اللي عم نستخدمه قبل، في سي سي كاملة. فهي البي سي سي هي اللي تتقسم الجهد الهابط هون والجهد اللازم لتشغيل الليدات. فبي سي سي 5 ناقص 2.2 على الاي سي اللي انا حسبته رح تطلع معي الار سي هي 56 اوم، ناخذ اقرب وحدة موجودة بالسوق إلى. كمان لا انسى انه بدي احسب الاستطاعة، انا مشان ما المقاومة تتلف عندي وتنفجر، فبحسب الفولت الواقع عليها بالتيار، التيار اللي مار فيها اي سي، الفولت اللي واقع عليها هو في سي سي ناقص في ليد، تمام. وبالتالي 5 ناقص 2.2 ضرب 50 بيطلع 140 ملي واط، فبختار انا شيء استطاع اكبر من 140 ملي واط. طب هلا انا لسه بدي احدد الاي بي، تمام. عندي القانون المشهور جدا اي سي تساوي بيتا او اتش اف اي اتش اف اي بي اي بي، معناته انا معي الاي سي ومعي البيتا فقدرت احصل الاي بي. كمان فيني احسب الاستطاعة المصروفة بالترانزستور عن طريق ال في سي اي الجهد الهابط على طرفي الترانزستور اثناء الساتوريشن، نضرب التيار المعرفي اللي هو اي سي 20 ملي واط. هلا انا حسبت الاي بي، تمام. فانا حتى احصل على الاي بي المعين لازم احسب كمان مقاومة تحدد لي هالاي بي. فانا المقاومة اكيد رح اوصلها مع المايكرو كنترولر، يعني هون انا عندي 5 فولت مقاومة ترانزستور. طيب هال5 فولت رح تروح جزء منها على الاي بي على الار بي عفوا، وجزء منها مشان انحياز هاي الوصلة. فبي بي اللي طالع من المايكرو اللي هي 5 ناقص بي بي اي، الوصلة راح تكون منحازة ب0.7 أو 0.65 تقريب واحد على اي بي على نص، ويساوي 8.6 كيلو اوم. هلا في ملاحظة عملية كتير، انه انا وقت حدد الاي بي باخذ مثلا ضعفه او 3 اضعافه حتى انا اضمن 100% انه انا بمنطقة الاشباع. هلا بما انه انا حسبت الاي بي، تمام، فعنده هيكون اعظم اي سي ممكن يمر بالترانزستور، واي زيادة في الاي بي ما عاد يقابلها زيادة بالاي سي لانه انا صرت بمنطقة الاشباع، تمام. فانا لحتى اضمن بضرب الاي بي ب2، تمام، او نفس الشيء بقسم المقاومة على 2، قوم ثلاث معي على 2 نفس الشيء، بحسب استطاعة المقاومة، عفوا هي فيها غلط، استطاعة المقاومة ار بي هي الجهد الهابط عليها 5 ناقص جهد الانحياز ضرب اي بي، بيطلع معنا 2.15 ملي اوم، تمام. هلا رح ننتقل لعنصر جديد وهو العنصر اللي هيقود لي التيارات العالية والأحمال العالية اللي هو الريلي، هو سويتش تماما كما ذكرنا بالأمثلة السابقة أنه كل شيء عم نتعامل معه نحن كسويتش. ببساطة هي رح يعني نحن ذكرنا أنه الزر الميكانيكي بإيدنا نضغطه، الترانزستور البي جي تي بالتيار اي بي، الحاكمية رح نحن نضغطها بالجهد اللي بدنا اياه، والتيار المار بالكويل اللي مار بالملف. فأنا ببساطة هي دات الريلي الداخلية، عندي ملف وعندي قطعة معدنية حديدية، تمام. فأنا وقت ما أطبق شيء راح تكون القطعة مثلا هون، وقت أطبق مثلا الجهد اللازم لحتى تنتقل القطعة من القطعة المعدنية من مكان من قطب لآخر هو مثلا 6 فولت أو مثلا ممكن يكون 12، بيكون مكتوب على الريلي. طيب فأنا وقت أطبق هذا الجهد هون راح يمر تيار بالملف لحد إلى حقل مغناطيسي يسحب القطعة المعدنية اللي كانت هون يسحبها للقطب الثاني، تمام، وأنا بكمل توصيل دارتي عليها. فأنا عندي هذا القطب المشترك، مثلا أنا بدي أوصل 220 فولت للمبة أو ضوء عندي هون، تمام. فأنا بكون واصله هيك، تمام. وهي هون النتر أو الأرضي نفس الشي تقريبا. فأنا هون رح يكون اللمبة هون عندي ما لها آخر شي، وقت أنا أعطي 6 فولت رح تنتقل القطعة المعدنية من هون لهون رح توصل بدارة وتشع اللمبة، تمام.
هلا المثال البسيط اللي يعني الفكرة العامة إلى إنه أنا عندي دارة لو كرنت، التيار فيها صغير، هي دارة التحكم بالملف. هاي الدارة عم تتحكم لي بدارة تيارها عالي اللي هو 200، عندي 220 فولت مثلا لتشغيل اللمبة. فأنا عم بتحكم بتيار كبير عن طريق تيار صغير، تمام. هلا انا وقت بدي اشتري الريلي لازم اعرف 3 شغلات. اول شيء مثل ما ذكرنا جهد الملف او جهد التشغيل، الجهد اللي لازم الملف ويمر فيه والتيار اللي لازم يمر بالملف لحتى ينقل القطعة المعدنية من قطب لآخر. اي واحد. اثنين، التيار العظمي اللي بتتحمله الحاكمة عند العمل. يعني انا بعد ما وصلت للحاكمة فهو رح يمر تيار عالي فيها، فهي التيار اللي عم يمر فيها قديش ممكن تتحمله، تمام. 10 أمبير، 20 أمبير، حسب. وعدد التماسات في الحاكمة، يعني أنا كم يعني كم قطعة معدنية عندي بقلب الحاكمة رح تنتقل. فالرموز رح تكون هي هي. عندي ال S هي single pole single terminal، هي عندي قطب واحد ونهاية واحدة. هون عندي single pole قطب واحد بس عندي نهايتين، يعني مثلا هون أنا فيني أوصل ضوء وهون فيني أوصل ضوء آخر، تمام. فيا هاد شغال يا هاد شغال. هل عندي هون الدبل بول سينجل تيرمينال كمان نفس المبدأ، والدبل بول دبل تيرمينال كمان نفس المبدأ، تمام. هل هاي ريلي ممكن يعني نشوفها بالسوق نشتريها؟ مكتوب أول شي 10 أمبير، هي ما ذكرنا التيار الأعظم اللي ممكن تتحمله. وعندي 6 فولت DC، كمان هو هذا جهد التشغيل، جهة تشغيل الملف لحتى ينشأ حقل مغناطيسي ويمر تيار بالكويل وتاخذ القطعة المعدنية بالملف، تمام. كمان هي نفس الخصائص بس شكلين مختلفين، تمام. هلا هي الريلي نفسها من الجهة الثانية عندي 5 أقطاب، قطبين للملف، تمام، وعندي القطب المشترك والقطبين الثانية. فهي شو راح تكون نوعها؟ سنجل بول، تمام، دبل تيرمينال، اي نوع الحاكمة اللي راح تكون، تمام. وراح ناخذ بفيديو تاني كيف انا اعرف وين الملف وين الاقطاب، تمام. هلا الاساينمنت لهذا الدرس هو هي الدارة ببساطة. انا عندي المايكرو كنترولر راح يتحكم لي بحمل، مثلا هو لمبة هون عندي عن طريق الريلي والترانزستور. حبيتوا تختاروا بي ام بي ان بي ان اللي بتحبوه، وتحديد هاي المقاومة 10 كيلو ما انا داعي فيها، انتوا لازم تحسبوها. وكمان وظيفة تانية هي للبحث اكثر، هو هذا الديود ليش حطينا الديود، تمام. نعمل مراجعة بسيطة اللي اخذناه. المقاومة اهم شيء، انا لازم اعرف المقاومة قيمتها والاستطاعة المصروف فيها مشان انا على اساسها اشتري مقاومة باستطاعة أعلى من الاستطاعة المصروفة. عندي الديود والليد أهم شيء الأقطابون، تمام. المقاومة طبعا ما لها قطبية، الديود والليد أقطابون أهم شيء. وكمان أعرف بالنسبة للديود جهد الانحياز هو عم يكون يعني 0.7 0.3 حسب المواد المصنوعة من الليد. الديود بالنسبة للليد أنا لازم أعرف قديش لازم أطبق عليه جهد، قديش لازم في تيار، ولازم أحط معه مقاومة تحدد لي التيار اللي بده يمر فيه لأحصل على إضاءة ممتازة. بالنسبة للترانزستور بي جي تي لازم أنا أعرف حتى الشي تبعه، أعرف الأرجل تبعه، تمام، كل رجل شو هي، السي والبي والإي. ولازم أعرف الأي سي ماكس والبيتا والأي بي عن طريق المقاومة طبعا اللي حط حدد فيها الأي بي. ولازم أعرف الفي سي إي، وهذا يكون الترانزستور بحالة أوف قديش بيتحمل الترانزستور، تمام. آخر شي عندي الريلي حاكمة، لازم انا وقت اشتري اعرف جهد تشغيل الملف، التيار الاعظم اللي ممكن تتحمله، ولازم اعرف الاقطاب تبعت الريلي، تمام. شكرا لحسن استماعكم، اتمنى تكون قدمت لكم شيء، يعطيكم الف عافيه.